دايما يا اهل مصر متجمعين على الخير. ما نشهده اليوم ما هو الا تاكيد لاراده هذا الشعب العظيم واظهارا لقدرته في تحويل المحن الى منح والازمه الى نجاح وانجاز. مشهد انساني رائع ظاهره التضامن والتكافل وباطنه الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. منذ 9 سنوات واستجابة لندائكم شرفت بتحمل مسؤولية هذا الوطن مستعينا على هذه الأمانة بالله ومعتمدا على ثقتي في قدرات المصريين. اللي انتوا شفتوه ده هو رد طبيعي، رد طبيعي وقدرة حقيقية لينا كلنا على ان احنا نتحرك للأمام. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.